ومن المحاذير أن الغالب في من يستعمل القرآن رنة هاتف هو تلاوة جزء من آية لا يتم بها المعنى. وصورة ذلك إذا رن الهاتف وأراد أن يستلم المكالمة فإنه سيقوم بقطع التلاوة التي هي رنة هاتف، وتكون بالتالي القراءة مجتزأة وغير تامة، أو يقطعها في موضع لا يجوز له أن يقف عنده، أو عند حرف في وسط الكلمة وهكذا. ومن المحاذير عند ورود اتصال تظهر إشارة لصاحب الهاتف مفادها خيار قفل الصوت، وتكمن المشكلة في ترجمة هذه الكلمة في بعض الهواتف بكلمة إسكات، وهذا كما ترى لفظ غير مقبول في حق تلاوة القرآن الكريم. لذا يجب عليك أيها المسلم الانتهاء عن هذا الأمر، وذلك يعد منك تعظيما لكتاب الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.